السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة، ولكم مني كل الاحترام والتقدير اخواني. حلقة اخرى رائعة على العطور الرائعة كما العادة، عطور مميزة، عطور استثنائية. اليوم ساقدم لكم اربع من بين افضل العطور اللي جابت لي اطراء هذا الاسبوع، يعني اربعة من بين افضل العطور اللي جابت لي اطراء، يعني وما كاين كثير ديال العطور، ولكن بالاخص في هذا الاسبوع هذا يعني توجد اربع عطور. إذا لاحظتوا يعني طريقة الكلام ديالي تعمدت يعني إن شاء الله نتكلم باللغة العربية أو باللغة بيضاء، يعني لأن الكثير من الإخوة يعني طلبوا مني هاد الطلب، وأنا يعني غنبان لكم كرتاجل شوية، يعني غيكون شوية ديال الارتباك لأنني لم أعتد على الكلام باللغة العربية وبالأخص أمام الكاميرا. لهذا إخواني من مصر ومن السعودية ومن الإمارات ومن العمان وكثير من الإخوة، وتحية لكم أيضا المتابعة ديالكم لنا، يعني غادي نحاول. وفي الأول يعني في البداية ستكون الأمور يعني قليل من ارتباك، ولكن سنعتاد بإذن الله. المهم أربعة من بين أفضل العطور، العطر الأول هو غوتشي غويلتي لو بارفان، غوتشي غويلتي البارفان، يعني من بين أفضل العطور اللي جابت لي إطراء هذا الأسبوع. عطر رائع، عطر ممتاز، يعني خزامة، نيرولي، جوز الطيب، عطر صيفي، ولكن ليس بالصيفي، يعني صراحة تعجبني مثل هذه العطور. لماذا؟ لأنني أرى نفسي مختلف، يعني لهذا قلت لكم يعني هذا العطر من بين العطور الرائعة اللي جابت لي إطراء، لأن العطر عندما يلتقطه أحد ما يعني أو يشمه فيه يعني يلاحظ الفرق، يعني يلاحظ أن العطر ليس كالعطور الصيفية المعتادة. غوتشي يعني عطر رائع. بالنسبة للأداء العطر فليس بالأداء الجبار أو للأداء القوي الهائل، ولكن تشعر أن العطر يخدعك، يعني أحيانا تراه بارز وتشم العطر، في بعض الأوقات يختبئ مرة أخرى، يعني العطر رائع. العطر الثاني بالمناسبة خسرت لكم أربعة، يعني عطرين من عطور ديزاينر وعطرين يعني من بدائل العطور، يعني واحد اللي هو العطر الثاني اللي هو إيموغتيل، إيموغتيل نيكسا إيموغتيل، يعني أيضا عطر رائع. هذا العطر إخواني عطر رائع، أداء ممتاز، ولكن العطر يعني الكثير من الإخوة شبهوا هذا العطر بعطر بارفيم ديمارلي غريلي، يعني العطر ليس غريلي صريح، ولكن تويست، يعني يوجد فرق، حتى أن العطر يذكرني كثيرا بعطر دولتشي اند غابانا لايت بلو، ولكن بدون نوطة البحرية، يعني بدون نوطة الأكواتيك، التفاح والحمضيات، يعني عطر رائع، عطر نيكسا إيموغتيل من الشركة ديال شريبروكا. أيضا أداء كما ذكرت لكم يعني أداء ليس، ولكن أداء ممتاز، يعني أداء رائع كعطر صيفي فهو رائع. والعطر الثالث جنتلمان، هذا العطر يعني جاب لي إطراءات مسائية رائعة، جنتلمان أو دو طواليت جيفانشي، يعني عطر رائع. لايرس كما تعلمون أن لايرس يعني لايرس خزامة باتشولي، يعني عطر رائع مسائي صيفي رائع، حتى هو من ضمن العطور اللي جابت لي إطراء. والعطر الرابع اللي هو تاويل، تاويل هو من الانضمام الجديد للمجموعة عندي، يعني عطر ممتاز رائع، يعني العطر حتى بعض الإخوة قالوا لي أن العطر يعني ذكرهم أيضا بعطر القيم. نعم يعني العطر ذكرهم بعطر القيم، يعني العطر يعطيك إيموغتيل
نحن نتفق أن إيموغتال يعني يوجد بينه وبين القيم، يعني دعنا لا نقول تشابه، ولكن في بعض النقاط يعني يوجد تشابه في بعض النقاط. فكذلك تاويد يعني يذكرك بإيموغتال أو ليموسيتي، وأيضا القيم، عطر رائع، أداء رائع، عطر رجولي. يعني اللي عجبني في العطر كثيرا أن العطر رجولي فخم بأداء رائع، وعطر جوكر يتلبس على طول السنة وفي الصيف ممتع وأداء رائع. إخواني وأخواتي، كنتمنى الحلقة تكون نالت الإعجاب ديالكم، ولهذا ما تنساوش إذا عجبك الفيديو ما تنساوش لي لايك، وما تنساوش تشاركوا معنا. وكنتمنى إخواني اللي طلبوا مني الطلب لبيتوا ليهم، ولو كما ذكرت لكم يوجد القليل من الارتباك، وإن شاء الله غادي يزول مع المدة. والسلام عليكم ورحمة الله.